لا ما عنديش هاد الأفكار في راسي بخصوص شكون سؤال؟ هل تعتبر كنزة مرسلي نفسها فنانة الجزائر الأولى؟ ما نعرفش الأرقام، أنا رقم صفر، خليني بس. مي فا سول لا سي، أنا غير حبيبي ما بي واصل حبي مدى. من 5 أيام نزلت أغنية كنزة مرسلي الجديدة دوري مي، ومن وقتها صار شايفها أكثر من 1,000,000 شخص. فالجديد بهالأغنية أنه باللهجة الخليجية، وتصورت بدبي ما بين الأحياء التراثية والصحراء، وطبعا إيتي بالعربي رافقها بكواليس التصوير. طبعا شركة لايف سايز ستوديوز هي اللي دايما اللي بتختار الكروبات الحلوين. بخصوص الأغنية، يعني الأغنية كانت محض صدفة، ما جاتش، ما خططتش اني نغني خليجي، مع اني انا من بداياتي كل الفانز خصوصا اللي بالخليجي دايما يقولوا لي غني خليجي غني خليجي، صوتك كبير بقى الخليجي. فجت فرصة رايحة اكثر لهجة خليجية لكن بيضة، يعني ما تقديش تعرفي هذه كويتي ولا سعودي ولا اماراتي ولا، يعني خليجي وخلاص. وبالكليب طلت كنزة باكثر من لوك، واحد منهم فستان احمر طويل من قماشة الفلفت، وثاني اطلالة كانت بعباية سوداء بتتميز بالجولدن تاتش. كنزة، رح بلش احكي اول شيء عن اللوك، ميك اب شعر هستايل الحلو. والله المره هذه كان ما عارف نسميه شوي اختلاف ولا تجدد، مع اني انا عامله لوكات كثيره في الكليبات اللي قبل، لكن هذه المره جاي يعني لوك ما بيشبه تاني. متعودين مثلا الكليب يروح في خط واحد، هذا الكليب رايح في خطوط كثيره في اللبس. وبهالكليب كنزة بتتعاون مع المخرج فادي حداد للمره الثانيه. اليوم التعاون مع المخرج اللبناني فادي حداد. انت بلشتي مستر اكاديمي زي ما كنا عارفين، وقدموك في بيروت الفتاه الجزائريه الشقراء الجميله، فبتحبي تعاون ترتاحي مع لما يكون هيك مخرج لبناني معروف؟ هو مش قصه معروف، على قد ما يكون الشخص او المخرج مريح في التعامل. الحمد لله يعني المخرجين اللي تعاملت معهم كلهم مريحين. وفادي انا يعني اول مره عملت فيديو كليب مع لايف ستايل ستوديوز كان من إخراجه، يعني هذه تاني تجربة لي معه، وصراحة نحب شغله ونحب عدسته، فيها شيء مختلف. كنزة، هذا تاني تعاون أنا وياها، بحبها كثير على مستوى شخصي وتربطني فيها صداقة، يعني بعرفها، بعرف شو بتحب، بعرف الأنجلز تبع وجهها، يعني مصور معها قبل بصير التصوير هين، وعم طلع منها قصص كثير حلوة. والمختلف هالمرة بهالكليب يمكن المكان يلي مختاره فادي. شو هاللوكيشن؟ عن جد فادي حداد اكتشف مكان بيعقد في دبي، واليوم بكواليس كنزة. خبرني هاللوكيشن الحلو. ولا نبشت كتير، لأنه دبي ما شاء الله بلد حلو وراقي وهايتك إذا بدك، بس أنا حسيت أنه نشاف مناطق كتير، عم بكتشف مناطق جديدة، فجيت قبل 10 أيام وصرت نبش للاقي لوكيشن جديدة. حبيت كتير هذا اللوكيشن، فيه عراقة كتير كبيرة وفرجي الإمارات من زمان كيف كانت، لوكيشن كتير حلو، بنصح كل العالم تيجي تشوفه، بعقد. وهالأغنية عم بتلاقي إعجاب كبير من قبل المتابعين، ولهالسبب هالشي بيخلي عليها مسؤولية أكبر لتضلها تعطي بنفس المستوى. الأغنية المغاربية بشكل عام والجزائرية محبوبة، ليه لما تفكري مثلا ما فكرتيش شي مرة، أنت قدمتي طبعا أغاني، لكن ما تفكري شي مرة أنه تقدمي شي ديو عالمي مع دي جي سنيك مع نجوم الجزائر، أو إعادة لأغاني شاب خالد، ما فكرتي بهيك شي؟ والله يعني الأفكار دايما موجودة، لكن التطبيق اللي شوية مش صعب، لكن يعني فيه شوية كما نقولوا احنا بحث، لازم الواحد يكسر راسه، لكن إن شاء الله ليه ما لا. يعني أنا مع فكرة الديوهات، لكن مش دايما، أنا لا أحب فكرة الديو دايما، يعني كاين ناس اللي على طول ديوهات، فأنا لا، نحب نعمل أغاني ليا، فمرة على مرة إذا كانت في فرصة أنه نعمل ديو مع سواء فنان جزائري أو فنان مش جزائري معروف، أو ليه ما لا، هذا شيء شرفني طبعا. وهي سبق وقدمت ديو مع سامو زين، وغنت مع أمل بشوشة خلال مشاركتها في ستار أكاديمي بلبنان.
بنعرف انه انت محبوبه كثير وإلك جمهورك كمان امل بوشوشه سابقه يعني، بس في الجزائر شفت انه في تفاعل على الاثنين. انت يعني بتعتبري انه امل اللي سبقك بليله سبقك بحيله، او شايفه انك هلا عم تنافسي بالسوق الجزائري وانت كمان إلك جمهور؟ انا فكره المنافسه ما عنديش، هذه اول حاجه. يعني انا نغني لنفسي، يعني نغني لنفسي نغني لجمهوري سواء في الغناء ولا في التمثيل. يعني انا نحب نقدم فن جميل، نحب يعني هذا شيء داخلي، فهمتي؟ لكن اني نقول انا ننافس فلانه او لا، ما عنديش هذا الافكار في راسي. وبخصوص شكون سؤال السؤال انه انتوا في الجزائر يعني هلا منكم كتار، بس انت بتعتبري حالك انك رقم واحد في الجزائر حاليا كفنانه شابه؟ ما نحبش الارقام، ما نحبش الارقام، انا رقم صفر. خليني بس سؤال قبل الارقام حلو راح بتصدق، بس حدد سؤال اكثر. مثلا في التمثيل تعاونتي مع احلام مستغانمي، او في هي دائما بترشحك لقصص ولسه ما تعاونتي؟ لانه قرات هيك اخبار بالتمثيل ممكن شي يوم تقدمي روايه لاحلام مستغانمي، طبعا كاتبه الجزائر. اكيد هذا شيء طبعا يشرفني. وبخصوص ترشيحات انا دائما نسمعها من السوشيال ميديا، انا ما عندي اي معلومه او اي تواصل رسمي مباشر، لكن دائما نسمع من السوشيال ميديا، الناس تحكي وتطلع اخبار، لكن صح ما كاش شيء رسمي لحد الان. لكن شيء يشرفني طبعا، انا احلام مستغانمي من الناس اللي نفتخروا بهم في الوطن العربي كله مش فقط في الجزائر، ويزيدني شرف اني ممكن نمثل يوم من الايام من رواياتها. في قلبي بس والوحيد وغير عندي شفاف.